السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية لأصحاب الجمعة 6، الانترنت فابور في الفيديو إن شاء الله تعالى. نفتحوا الفيسبوك، والفيسبوك يعني فاش فتحته يعني بها الفي بي ان هذا وبهذا التطبيق هذا يعني بقى خدام. انتم كما كتشوفوا مازال يعني الصور كاين فيهم اللي تقرا واللي ما تقراش. غنخرج ونتحول ليوتيوب باش نشوفوا كلشي باينكم. غنتحول ليوتيوب نشوف واش تخدم. ما غاديش تخدم ابدا، لان عندي ابليكاسيون ديال اللي كيحول نجمه 6 نجمه 3 محبوس. انا نتحول الابليكاسيون ان شاء الله تعالى. نمشي للابليكاسيون، نفتحو الابليكاسيون ديالنا. هو هذا الخوت، وهذا الابليكاسيون ديالنا اللي كاين في بلاي ستور، سميتو السميه ديالو اس ار تي ماكس برو، راه معروف. هنا غنختار انا الدوله اللي انا فيها، ونختار يعني نجمة 6 ديال انوي. اختار نجمة 6 ديال انوي ديال المغرب ان شاء الله. ما هي هنا غنبدل شوية في السيرفورات، غنبدل شوية في السيرفورات حتى يعني يتكونيطا. غنبدل شوية في السيرفورات كما غتشوفوا، ثم غنعمل ستار باش يتكونيطا. ها هو كما كتشوفوا تكونيطا معنا التطبيق ديالنا. نتوجه اليوتيوب ان شاء الله. ها اليوتيوب اخدم ان شاء الله تعالى. غنستنى واحد شويه على ما يتكونيكتا السيرفر بالتطبيق. ها هو عطى لي اشعار بانه راه تكونيكتا. غنستنى واحد شويه حتى يتطلق الفيديوهات ديالنا، حتى يتطلق ان شاء الله. ومبروك عليكم. ها هو اطلاق يعني ها هو خدام اليوتيوب كما كترفوا، راه يعني خدام غير فقط بالتطبيق. هذا اللي قلت لكم السميه ديالو قبيله. المهم اللي بغيت تيليشارجي تحول، يمشي للبلاي ستور يتيليشارجي ان شاء الله.